شكرا سيد النائب. الاعوان والطريقه التي ضبطوا بها المخالفات في نظري تتساير القوانين المعمول بها. هاد الكاميرات اللي يكونوا لابسين لا بالنسبه للمراقبه ديال تابعه للوزاره ولا بالنسبه للدرك ولا بالنسبه للامن الوطني البنايات القانونيه ديالها او الاساس ديالها القانوني موجود، وهذا معمول باش يحمي المواطن من التصرفات اللي تقدرها تكون يعني غير لائقه خلال عمليات المراقبه على الطرق. شكرا.